So, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hello, and here we go again for JavaScript programming basics. في هذا الفيديو سنرى الداتا تايبس وما هي الداتا تايبس وانواعها او يعني انواع المتغيرات او انواع الداتا او البيانات التي يمكن تخزينها والتعامل معها في جافا سكريبت، سواء تخزينها في فاريبلز او مثلا التعامل معها كذا على شكل فاريبلز او بشكل دايركت. اولا يعني هذا الجدول هو مهم جدا. لماذا؟ لان في انواع الفاريبلز التي هي موجوده في جافا سكريبت، شيء مثلا مثل string. string هو يعني نص تكست موجود في جافا سكريبت. هنا يعني example مثل هكذا string، هذا يعني عندما تقوم بعمل نص او يعني عندما مثلا ترى شيء هو مثلا هكذا string تعرف ان مثلا يتحدثون عن نص في البروغرام. يعني عموما string نص تكست، number يعني اكيد رقم، في شيء يسمى boolean يعني سنرى هو قيمة منطقية true أو false، صحيح أو خطأ. ببساطة هذا هو البوليان true أو false، صحيح أو خطأ. مستعمل هناك الأري سنراها كذلك في فيديوهات لوحدها، هي عبارة عن structure أو بناء يعني فيه أكثر من قيمة، يعني متغير فيه أكثر من قيمة. كذلك الأوبجكت متعلق بالأوبجكت أورينتد بروجرامين، بس عموما هو أوبجكت. يعني سنرى الأوبجكت هو شيء هنا في جافا سكريبت يسمى أوبجكت، تقوم بتخزين فيه يعني تفاصيل عن عنصر ما أو كائن ما أو وريفريز أو أيا كان. يعني أوبجكت يمكن تخزين فيه نمبر، سترينج، بوليان، ما إلى ذلك. يعني هكذا سنراه في فيديوهات حتى هو لوحده. So لنركز في هذا الفيديو عن string، number، البولين والاري والأوبجكت. يعني لنتركهما في لحلقتهما الخاصة. So هنا يعني حيث توقفنا في آخر فيديو، قلنا أنه أن الفاريبلز هو شيء مستعمل وقوي وأساسي ويوجد في جميع لغات البرمجة ويستعمل في جميع لغات البرمجة، وأنه يعني موجود في أي كود ويستحيل أن تجد كود ليس فيه أي متغيرات. الآن يعني نتحدث عن الداتا تايب، وقلنا أن الداتا تايب يعني هي أنواع أنواع البيانات التي تخزن في المتغيرات. أوكي نقوم بعمل فاريبلز اسمه مثلا تي إكس تي بهذا الشكل. هاي this is text بهذا الشكل نص فقط لا غير. لو جئت الى الكونسول وقمت بعمل console.log يعني للكونسول بهذا الشكل، وقمت بعمل type of، هذه دالة او function موجودة في اللغة already اسمها type of. هذه type of تعطيها متغير وتعطيك نوع البيانات المخزنة فيه. هذا مفيد جدا ويستعمل. لقلت له txt ما نوع الداتا تايب المتخزن يعني في هذا الفاريبل txt، سنرى ما الذي سيعطينا. قال لنا string، الا وهو نص string. يعني هذا الارتيكل يعني سأترك لك الرابط في الديسكريبشن كالعادة. so وهو بالفعل text، قمت بعمل txt فاصلة. الآن يعني سأقوم بطباعة النص وسأقوم بطباعة نوعه بهذا الشكل، ليست واضحة أعرف. سأقوم بتجاهلها. أوكي هذا قلنا أنه string. string text أو نص. نقوم بعمل متغير آخر مثلا whatever is، نقوم بعمل number نقوم بعمل مثلا اي رقم، سواء مثلا كان بالسالب او مثلا بالموجب لا توجد اي مشكلة. قمت بعمل console.log لtype of number، ما هو نوع البيانات المتخزن او
مخزن في هذا المتغير number، أو نوعه هو number أو رقم. حتى بهذا الشكل لا توجد أي مشكلة. يقول لك هي أن القيمة هذه في هذا المتغير هي number. أوكي. الآن لنرى الشيء الجديد. لما هو بل، نقوم بعمل بل اختصارا لبولين، نقوم بعمل ترو حتى في الايديتور يعطيك التصحيح والمساعدة. الآن هذا بولين، قم بعمل فار آخر مثلا اف ال اختصارا لفولس. هذا ببساطة الاثنين هما بولين، كن على يقين أن الاثنين بولين. كونسول دوت لوج بل و FL، يعني سيعطينا بولين بولين. سوري، سأقوم باستدعاء تايب اوف لترى النوع. البيانات المتخزنة او المخزنة، قم بعمل فاصلة لطباعة نص اخر، او يعني لقم بعمل برينت لشيء اخر. اقوم بعمل FL يعني كما ترى بولين بولين. جميل جدا. هذا البولين ما هو وما هو فائدته؟ يعني هو ببساطة يعني يستعمل في عمل تشيكين او عمل، يعني سترى فائدته في الاف كونديشنز والقرارات. يعني هل العملية الذي قمنا بها هي ترو او فولس، هل اعطت ترو او فولس. اذا اعطت ترو نقوم بعمل شيء، اذا اعطت فولس نقوم بعمل شيء. يعني بناء على ترو او فولس نقوم بعمل شيء. يعني هي قوية جدا في البرمجة، والبولين مشهور وموجود في أي لغة تقريبا، لذلك يسمى بقيمة منطقية لأنه بسيط وقوي في نفس الوقت. true أو false، صفر أو واحد. نقومنا بطباعتهم بهذا الشكل، يعني FL و BL أو false و والBL الآخر، يعني سيعطينا بهذا الشكل يعني بلون أخضر، دليل على أنهما يعني ليس نص بل قيمة. هذه type of يعني هي جميلة جدا، و تعطيك نوع النص، او نوع عفوا ليس نص، نوع المتغير الحقيقي. لنرى قوتها، نقوم بعمل حذف لكل هذا. سأقوم بعمل متغير في الاول، قم بعمل مثلا var يسمى تي بهذا الشكل، يعني فقط مجرد حرف. نقوم بعمل نص يسمى ترو. اوكي اوكي، وقمت بعمل كونسول دوت لوج لتي، يعني سيعطينا ترو. هذه ترو هل هي نص هل هي بولين؟ لا تعرف ببساطة، يعني ربما قد تميز باللون. اوكي اوكي، نقومنا بعمل مثلا var بوليان تي مثلا بهذا الشكل. قمنا بعمل ترو كونسول دوت لوج، سنقوم بعمل طباعته فقط. الان يعني قد ربما تلاحظ الفرق في اللون، ترو ترو. اوكي اوكي، لكن على مستوى البرمجة يجب ان تقوم بعمل او تكون قادر على معرفة النوع، لذلك التايب اوف هي مفيدة جدا. لو قمنا بعمل هنا تايب اوف، بهذا الشكل تايب اوف قوسين، وهنا كذلك التايب اوف، يعني سترى ان الاولى هي string من السطر الخامس، ومن السطر السادس بولين. ففرق في القيمة، يعني يتشابهون لكن هذا نص لأنه في دبل كوتيشن أو في سترينج، وهذه يعني قيمة يعني هي محجوزة في اللغة ترو بهذا الشكل. سو التايب اوف يعني مستعملة ومفيدة جدا.
للتعرف على أنواع المتغيرات. So يعني هذه مجرد introduction للداتا تايب، وما زلنا مستمرين في الداتا تايب مستقبلا. يعني قلنا أن الداتا تايب هي أنواع أو أنواع القيم المتخزنة في المتغيرات أو أنواع البيانات الداتا. رأينا string number boolean، وفي الفيديوهات القادمة ومستقبلا سنرى الـ array والـ object، وكذلك يعني سنتعمق في البوليان. So I see you in next video and bye.